أهلا بكم من جديد. أسقطت طائرتين مسيرتين مفخختين فوق قاعدة جوية تضم عسكريين أمريكيين في العراق في تقنية هجومية جديدة باتت تستخدمها الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، وأصبحت تثير قلق العراقيين والأمريكيين. وأقامت بطاريات الدفاع الجوي التي وضعها الأمريكيون للتصدي للهجمات الصاروخية بإسقاط طائرتين فوق قاعدة عين الأسد الجوية الواقعة في منطقة الأنبار غرب العراق. وقبل ساعات من ذلك استهدف صاروخ آخر ليلا مطار بغداد، لم يسفر عن ضحايا أو أضرار بحسب الناطق باسم التحالف الدولي. ويرى مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون غربيون في العراق أن تلك الهجمات تهدد قدرتهم على مكافحة تنظيم الدولة الذي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق صحراوية وجبلية في البلاد. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من اسطنبول، دكتور فراس الياس المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والأمن الإقليمي. أرحب بك دكتور فراس. إذن الطائرات المسيرة تقنية جديدة في استهداف المواقع الأمريكية في العراق، ما دلالات ذلك؟ نعم سيد الكريم، بداية لكم ولمشاهديكم الكرام، بالتأكيد يعني التطور الجديد الذي بدأ يتضح على استراتيجيات الحصار المسلحة في يعني مهاجمة المقرات والقواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، بدأ يعني يشهد تطور كبير على مستوى السلوك وعلى مستوى الاستراتيجي. يعني نحن نتحدث اليوم عن ثالث هجوم للطائرات المسيرة أو الطائرات المسيرة يستهدف القواعد الأمريكية. يعني نحن نتحدث عن هجوم بدأ يعني في يناير، استهدف تواجد القوات الأمريكية في قاعدة حرير في أربيل، وكذلك هجوم ثاني استهدف ايضا نفس القوات في نفس المكان في يعني اربيل. ونحن نتحدث ايضا يوم امس الهجوم الثالث الذي يعني تعرضت له القوات الامريكيه التي تعمل ضمن اطار التحالف الدولي لمواجهه تنظيم داعش في قاعده عين الاسد. وبالتالي حقيقه نحن نتحدث عن التطور الثالث في استراتيجيات التي اصابت عمل الفصائل المسلحه، يعني بعد الهجمات بصواريخ الكاتيوشا ومن ثم العبوات الناسفه، نحن نتحدث اليوم عن طيران مسير. وبالتالي اعتقد هذا التكتيك وان كان قد يعني يمثل تحول نوعي في استراتيجية عمل هذه الفصائل، لأنه حقيقة الرد الفعل الذي أظهرته القوات الأمريكية يوم أمس من خلال يعني نصب منظومات رادار جديدة وكذلك منظومات يعني السيرام الجديدة، هي يعني ذات إطلاق سداسي 120 ملم، يعني يتجاوز مدى يعني الاستهداف 3500 متر. وبالتالي أعتقد أن الهجمات السابقة التي أصابت القوات الأمريكية في قاعدة حرير يعني في قرب مطار اربيل الدولي جعل من القوات الامريكيه تعيد النظر في منظومتها الدفاعيه من اجل احتواء هذا التكتيك الجديد الذي تعتمده الفصائل المسلحه. وبالتالي اعتقد ان اسقاط او نجاح القوات الامريكيه في اسقاط الطائرتين المسيرتين يشير الى ان الولايات المتحده الامريكيه يعني هي جاده في احتواء هذا التكتيك الاستراتيجي الجديد الذي بدات تعتمده الفصائل المسلحه من اجل افراغ اي عمليه يعني تحول نوعي قد تعتمده هذه الفصائل في ايقاع مزيد من الخسائر او يعني الضحايا في صفوف القوات الأمريكية. طيب بالمقابل يعني البعض يرى بأن هذه الطائرات وهذا التكتيك يشابه ما يقوم به الحوثي في اليمن وخاصة ضد السعودية، إلى أي مدى يشير ذلك إلى أنه المصدر في الحالتين واحد؟ لا، وبالتأكيد يعني الطائرة التي يعني استهدفت مطار أربيل يعني في أبريل الماضي هي كانت ذات الطائرات التي تستخدمها يعني جماعة الحوثي في السعودية، هي منفصلة يعني طائرات انتحارية يعني كاميكازي وليست طائرات هجومية. وبالتالي نوعية الطائرات التي أسقطت يوم أمس هي ذات الطائرات أيضا التي يستخدمها الحوثي، هي طائرات CS4، طائرات انتحارية ذات مهمة قتالية واحدة، يعني هي غير يعني ليست طائرات استطلاعية أو طائرات هجومية. وبالتالي أعتقد أن استخدام هذا النوع أو التكتيك الجديد من الطائرات هو يهدف إلى إيقاع خسائر وليس شن عمليات هجومية ومن ثم العودة أو كذلك شن عمليات استطلاعية. وبالتالي أعتقد هي نفس الطائرات التي استخدمها الحوثي، وهو ما أشار إليه حقيقة في الاسبوع الماضي قائد القياده المركزيه الامريكيه في الشرق الاوسط الجنرال يعني فرانك ماكنزي، والذي اشار الى انه هناك تكتيك جديد بدات تعتمده الفصائل المسلحه وتحديدا خلايا الكاتيوشا في العراق، يشابه التكتيك الذي تعتمده جماعه الحوثي من خلال اطلاق طائرات مسيره سواء باتجاه السعوديه او حتى في داخل اليمن. وبالتالي اعتقد هناك مقاربه كبيره ما بين السلوكيات المعتمده في العراق وفي اليمن
طيب وبالتالي هذا يشير إلى أن مصدر هذه الطائرات يعني واحد، على اعتبار أن منظومة التصنيع العسكري التي تعتمدها الفصائل المسلحة في العراق هي منظومة لا زالت بدائية وغير قادرة على إنتاج يعني طائرات مسيرة بذات يعني التأثير الذي يعني متوقع أن تستخدمه ضد القوات الأمريكية، وبالتالي هذا يشير إلى أن هناك يعني دعم إيراني واضح لهذه الفصائل في يعني زيادة نسق تأثيرها وكذلك هجماتها على القوات الأمريكية لحسابات سياسية سواء كانت تتعلق في داخل العراق أو حتى على مستوى المفاوضات الجارية في فيينا ما بين إيران والقوات الأمريكية. ما هي هذه الحسابات الإيرانية أو الرسائل الإيرانية؟ لأنه هذا يأتي أيضا بعد التوتر الذي شهدته العلاقة مؤخرا بين الكاظمي رئيس الحكومة وبين الميليشيات المدعومة إيرانيا في العراق. لا وبالتأكيد يعني عندما نتحدث عن دور إيران في العراق يعني نحن لا نتحدث عن دور واحد، هناك أدوار، يعني هناك عدة جهات إيرانية فاعلة في الساحة العراقية، يعني نتحدث عن فيلق القدس ونتحدث عن الاستخبارات الإيرانية ونتحدث عن الخارجية الإيرانية. حقيقة في ضوء يعني استراتيجية التهدئة التي تعتمدها الاستخبارات الإيرانية من أجل ربط أي استحقاقات أو أي تهدئة في الساحة العراقية وعكسها على المفاوضات الجارية في فيينا، نجد في المقابل أيضا أن هناك رؤية أخرى تعتمدها الفصائل المسلحة القريبة من فيلق القدس الإيراني باعتماد أي أنها تريد أن تكون هي المتحكمة بنسق التصعيد ونسق التهدئة في حال ما إذا يعني وربط هذه التهدئة والتصعيد بأي استحقاقات قد تخرج عنها المفاوضات في فيينا، وبالتالي حقيقة هناك تحول جديد بدأت يعتمده فيلق القدس في العراق من خلال يعني خلق نوع من المركزية الجديدة على الفصائل المسلحة على نفس الشكل التي كانت موجودة في زمن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، على اعتبار انه كانت هناك مركزيه واحده اي جميع الفصائل هي تتحرك ضمن مظله سليماني، الا انه في مرحله ما بعد سليماني حصل هناك انشطار وكذلك استغلت الجهات الايرانيه الاخرى التي لم تكن قادره على الدخول الى داخل العراق، استغلت هذا الفراغ وبدات تشاطر فيلق القدس في نفوذها وكذلك تاثيرها على الفصائل المسلحه، وبالتالي حقيقه ما يجري اليوم في العراق هو يرتبط ارتباط مباشر بصراع الايرادات الايرانيه. هناك إرادة إيرانية يديرها استخبارات بالتنسيق مع الرئيس روحاني وكذلك هناك أيضا جانب آخر يديره في القدس بالتنسيق مع الحرس الثوري ومن ثم مكتب المرشد، وبالتالي هذا التضارب في الاستراتيجيات الإيرانية هو الذي أشكل على الواقع السياسي في العراق وهو كذلك أشكل على الخيارات الإيرانية في التفاوض في فيينا، ومن ثم أعتقد أن أي نسق تصاعدي قد يشهده العراق قد سوف ينعكس بصورة مباشرة على التفاوضات في فيينا، على اعتبار أن كل العمليات العسكريه التي تديرها الفصائل المسلحه اليوم هي بطريقه او باخرى تابعه لفيلق القدس الايراني، وما اشرت اليه الكثير من التقارير مؤخرا ومنها يعني التقرير الذي صدر مؤخرا عن وكاله رويترز والذي اشارت الى ان فيلق القدس الايراني هو في اطار اعداد فصائل مسلحه جديده تعتمد مزيد من الهجمات وكذلك العمليات ضد القوات الامريكيه بمعزل عن الجهات الايرانيه الاخرى، وهو اعتقد توجه قد يعني نشهده يعني نشهد هذا التوجه يعني بنسق تصاعدي في الايام القليله الماضيه خصوصا بعد اعلان الاداره الامريكيه ان الجوله القادمه في فيينا هي ليست الجوله الاخيره وان هناك جولات اخرى، على اعتبار ان حاله عدم الثقه بالبرنامج النووي الايراني لا زالت موجوده، وبالتالي اعتقد ان ايران قد تلجا الى مزيد من التصعيد في العراق من اجل يعني دفع الاطراف الدوليه الاخرى في الاتفاق النووي للجلوس على طاوله المفاوضات وحسم موضوع الملف النووي الايراني قبل موعد الانتخابات طيب الرئاسيه. السؤال المطروح في هذا الصدد دكتور فراس، يعني هل هاتين الأجندتين اللتين تحدثت عنهما الإيرانيتين هل هما بشكل مدروس ومتوافق عليه في الداخل الإيراني من قبل المرشد من قبل الرئيس لا أدري سميه ما شئت، ولكن هل هو مدروس ضمن المفاوضات التي تجري في فيينا أم يخشى بأنه يعني إحدى الأجندتين تفشل نتائج التفاوض في فيينا؟ عفوا لا وبالتأكيد يعني كل يعني الفواعل الإيرانية الفاعلة في الساحل العراقي هي تلتقي بالنهاية في مكتب المرشد أي باعتبار أنه هو المتحكم الأخير بأي قرار استراتيجي اتخذه إيران في العراق، وبالتالي أعتقد هو تحرك مدروس، هناك ترويح بالتهدئة ومقابل ذلك أيضا هناك ترويح بالتصعيد، وبالتالي أعتقد هذه التضارب الايراني وان كان هو ظاهر للعيان الا انه بالنهايه هو تحرك استراتيجي مدروس، الهدف منه خلق حاله من الضبابيه امام الاداره الامريكيه بماذا تريد يعني حول سؤال مهم وهو ماذا تريد ايران في العراق يعني بالتحديد؟ هل هي تريد التهدئه ام التصعيد؟ وبالتالي اعتقد هذه الحاله الضبابيه هي من سوف تلقي على اداره الرئيس الامريكي جو بايدن في يعني خلق حاله موازنه ما بين النفقات التي من الممكن ان تدفعها الولايات المتحده الامريكيه في العراق وكذلك ما بين المزايا التي
من الممكن أن تحصل عليها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. وعلى أعتقد هذه المعادلة هي من جعلت أن هناك حالة عدم استقرار في القرار الأمريكي، أي أنه نجد أن هناك على سبيل المثال هناك إدارة بايدن ذاهب يعني تطمح إلى أن تصل إلى نتيجة بأقصى سرعة في الاتفاق النووي، لكن أيضا هناك ضغط في الكونغرس الأمريكي بالتأني وعدم الذهاب برفع العقوبات عن إيران على اعتبار أن حالة عدم الثقة بالبرنامج النووي الإيراني لا زالت مستمرة. وبالتالي أعتقد هذه الفوضى الخاسر الوحيد فيها هي الساحة العراقية، على اعتبار أن كل صراع الإرادات وكل العمليات العسكرية تجري على الساحة العراقية، والعراق هو من يدفع ثمن هذه المواجهات بمزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدناه مؤخرا، خصوصا في حالة الصدام التي حصلت بين حكومة الكاظمي والفصائل المسلحة. الميليشيات في العراق توصف بأنها دولة داخل الدولة، بل بأنها أقوى من الدولة، وواضح أنها من خلال هذه الهجمات تسعى لإظهار أن أجندتها تختلف عن أجندة الدولة العراقية. وكما هو معلوم كان هناك منذ فترة بعد اعتقال أحد قادة الميليشيات كان هناك دعوات لاستنساخ التجربة الحوثي في اليمن بالسيطرة على العراق وعلى بغداد تحديدا بالقوة على الطريقة الحوثية. وبالتالي السؤال المطروح، كل هذا ما هو تأثيره؟ كيف ينعكس على مستقبل البلاد؟ أي مستقبل للعراق في ظل هذا الوضع؟ وبالتأكيد حقيقة القدرة السياسية والاقتصادية والعسكرية التي بدأت يعني تمتلكها هذه الفصائل المسلحة وجعلت منها تصل إلى مستوى أن هذه الفصائل لم تعد قادرة على الانسجام مع هيكل النظام السياسي في العراق. يعني في الوقت الذي يؤشر فيه الدستور العراقي على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، إلا أن إعلان هذه الفصائل من جهة أخرى ارتباطها بمحور المقاومة، وأن الفكرة الرئيسية لهذا المحور هي عدم يعني التمسك او عدم مراعاه مفاهيم الدوله الوطنيه، على اعتبار ان محور المقاومه هو فكره عابره للحدود. وبالتالي اعتقد هذه المزاوجه ما بين فكره دوله تريد ان ترسخ مؤسساتها، تريد ان ترسخ نموذجها الوطني على المؤسسات وكذلك اجهزتها الامنيه، نجد ان هناك ايضا مؤسسات اخرى، وهنا نتحدث عن الفصائل المسلحه المضوضه من هيئه الحشد الشعبي، تعتمد فكره عابره للحدود. وبالتالي اعتقد هذا التضارب لا بد ان ينتهي بالنهايه الى نتيجه حاسمه. يعني نحن نتحدث عن صراع ما بين دوله ولا دوله. اللا دولة حقيقة بدأت متنفذة اليوم سياسيا واقتصاديا وعسكريا، والدليل الكبير على ذلك أنها بدأت تتحدى حتى قرارات القائد العام للقوات المسلحة الذي تعتبر وفق الدستور أنها هي تابعة له. وبالتالي أعتقد حالة الصدام التي بدأت تؤشر أو تتضح ملامحها بصورة أكبر ما بين الدولة واللا دولة، أعتقد سوف تجد حالة من الحسم بالمستقبل، لأن استمرار هذا الوضع حقيقة لا يمكن. وأعتقد أن الصدام النهائي سوف يحصل في أي لحظة من لحظات المستقبل، وقد يكون يعني صدام يعني يشبه بصدام الحوثي، لأنه أعتقد أن هناك إرادة دولية حقيقية بعدم تكرار سيناريو الحوثي في العراق. وبالتالي أعتقد هذا ما دفع فيلق القدس الإيراني بعدم اتخاذ أي خطوة على شكل الخطوات الأخرى التي اتخذتها ضد من إجراءات الحكومة العراقية التي استهدفت قيادات فصائل مسلحة في السابق. وبالتالي أعتقد عدم تدخل فيلق القدس الإيراني في الأزمة الأخيرة يؤشر إلى أن إيران بدأت تدرك أنه تكرار سيناريو الحوثي في العراق أصبح صعب جدا، على اعتبار أن هناك رفض شعبي لها حاليا في العراق، وهناك أيضا إرادة دولية لتحجيم السلوك الإيراني ليس في العراق وحسب، وإنما في مجمل منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي أعتقد أن تكرار سيناريو الحوثي صعب جدا، لكن أعتقد سوف يبقى سيناريو يخشى أن يحصل في أي لحظة من اللحظات، خصوصا ما إذا ما يعني اتخذت إيران قرارا استراتيجيا في خلط الأوضاع في العراق. شكرا لك دكتور فراس الياس، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والأمن الإقليمي، كنت معي عبر سكايب من إسطنبول.